أبنائي بناتي الطلبة، اليوم نتكلم عن جنرال أناتومي، بمعنى الطب لكلية الصيدلة السرية ومختبرات الطبية. نبدأ بالكارديوفاسكولار سيستم. كارديوفاسكولار سيستم بيتكون من هارت and arteries and veins. لكن قبل ما نتكلم على الهارت، سبحان الله، هذا بالنسبة للهارت هو enclosed by the pericardium، عبارة عن غشاء. هذا الغشاء له طبقتين، formed of two layers، اللي هو عندي two layers، اللي هي fibrous and serous layer. الفايبرس هي الاوتر لاير، والسرس هي الانر لاير. اذا سبحان الله، شوف the over distension of the heart. ربنا سبحانه وتعالى خلق الهارت وخلق اللي هو البيريكارديوم، عبارة عن غشاء يغلف لي الهارت والبيج فيزلز. وهذا الغشاء يتكون من two layers، outer وinner. الاوتر اللي هو الفايبرس لاير، والانر اللي هو السرس لاير. الفايبرس بيريكارديوم عبارة عن باقة وفايبرس تيشو اللي هو انكلوز ذا هارت. لكن شوف البلمونري ارتري والاسندنج اورتا والتيرمينال بارت اوف للجريت فينز، يعني اللي هي الجريت فيسلز، هي برضو معاه بريفنتس اوفر ديستنشن تو ذا هارت. اذا هذا بالنسبة للسرس اللي هي الفايبرس اللي هي الخارجية الاوتر. اما الانر فهي البيريكارديوم. هذا البيريكارديوم اللي هي سرس بيريكارديوم. سرس بيريكارديوم يا دكاترة هي عبارة عن تو لايرز برضو اوف سرس ميمبرين، اللي هي الانر او نسميها الابيكارديوم، اللي هي عبارة عن ابيكارديوم، تمام، كفرينج ذا هارت، and outer اللي هي اللاين، وهذه نسميها visceral layer. visceral layer أو الأوتر اللي نسميها parietal layer. إذا السرس تنقسم كمان قسمين، أول شيء في fibrous وفي سرس، والسرس برضو تنقسم قسمين اللي هي visceral و parietal layers. فالأخير فيه cavity اللي هي cardiac cavity. هذا الكافيتي موجودة في داخل، في عشان to prevent friction، في العادة في little amount of serous fluid. هذا الفلويد ممكن يحصل له increasing في بعض الأمراض اللي موجودة في الهارت، ممكن في هذا الحالة يسموه pericardial effusion. إذا هذا فيما يخص بشكل مختصر جدا عن البيريكارديوم، الغشاء أو الغشاء اللي يألف الهارت. حنبدأ بعدين اللي هو what's the meaning of heart. It is a hollow muscular organ. عندي اللي هو برضه الفينز والارتريز، مهم جدا نحن نتعرف عليهم. الارتريز they are vessels carrying the blood from the heart to the tissues. يحمل الدم المؤكسد من القلب إلى بقية الأعضاء. أما الفينز هي carrying blood toward the heart، ترجع للهارت، تمام، اللي هما بالنسبة للفينز اللي هو non-oxygenated blood. إذن عشان نتكلم على general features of circulation قبل ما ندخل في الهارت كذا، general features of circulation، what's the aim of this general feature of circulation؟ carrying oxygenated blood from the heart to the whole tissue of the body. هذا الـ aim of general features of the circulation اللي موجودة في مرجعكم. طبعا احنا بدأنا نعرف الهارت انه عبارة عن hollow muscular organ which pumping the blood to the whole body. يتكون من two parts، artery and ventricles. الاتري في رايت اتريوم وفي ليفت اتريوم. بالنسبة للفنتريكلز برضو في رايت فنتريكلز وليفت فنتريكلز.
الليفت اتريوم اساسا بيستقبل receives oxygenated blood from the lungs. كيف يستقبلهن؟ يستقبل through four pulmonary veins. هذا from here the blood يمشي إلى left ventricle. إذن the left atrium receiving oxygenated blood from the lungs. حصل عملية الأكسدة. تمام؟ كيف يوصل؟ عبر four pulmonary veins. اثنين في الرايت واثنين في الليفت اللي هم فور بالمونري فين اللي هي رايت سبيرير بالمونري فين ورايت انفيرير بالمونري فين والليفت سبيرير بالمونري فين وانفير. وهنا اكسبشن لانه عاده اللي بيحمل الدم المعكسد دائما دائما هي الارتري. اذا هنا عمليه اكسبشن توصله الى الليفت اتريوم. هذا الليفت اتريوم لازم يتعبى اكسجينيتد بلاد وتفتح الفالف ويروح ينتقل الى الليفت فنتريكل. من الليفت فنتريكل بامب ذا بلاد تو ذا اسيندينج اورتا. الليفت فنتريكل هو اللي يضخ الدم الى بقيه اجزاء الجسم. عبر مين؟ عبر الاورتا. نسميها هنا اسيندينج اورتا اللي هي من البيج فيسلز وهذه طولها حوالي 5 سنتيمتر. تمام. وفي نفس الوقت carrying oxygenated blood to the whole body. إذن عبر الascending aorta وفي branches from the aorta اللي هي يسموها systemic arteries اللي هي هذا systemic artery كلها carry the blood to the whole parts of the body. The final branches of the arteries are small يسموها إيش called arterioles. الarterioles هذه في الأخير finally branches اللي هي تعطيني capillaries. الكابيلاريز هذه عبارة عن network then by the venules وjoin one another to form طبعا اللي هي systemic veins. في الأخير هذول join the other. في الأخير كل ال veins هذول يروحوا يصبوا فيه أو في superior vena cava أو inferior vena cava. وين يروحوا؟ لل right atrium. الأبر هاف اوف ذا بادي من الهيد النيك من الروت اوف ذا نيك من الأبر لم تروح تكون لي في الأخير اللي هي السوبيريور فينا كافا. هذا السوبيريور فينا كافا اوبن فين في الرايت اتريوم وهي كارينج نون اوكسجينيتد بلاد فروم ذا أبر هاف ذا بادي وايل ذا انفيريور فينا كافا في الأخير كل نون اوكسجينيتد دم غير المكسد اللي جاي من الرجل ويطلع للك وبعدين للثاي وبعدين يوصل للعب بلفس وبعدين يوصل للعبدومن وبعدين يطلع عبر الديافراغما في عبر الديافراغما اللي هو في اوبننج اللي فينا كافا الاوبننج ويوصل للرايت اتريوم ويصب هناك في الرايت اتريوم كارينج برضه نون اوكسجينيتد بلاد. اذا انا عندي سوبيريور فينا كافا وانفيريور فينا كافا. السوبيريور فينا كافا من الجزء العلوي من الجسم تجيب نان اوكسجينيت الدم غير المعكسد والانفيرير فينا كافا تجيب من الجزء التحتاني من الجسم. اذا هذا وين للرايت اتريوم اللي هو باس تو ذا رايت فين. لما يتعبى الرايت اتريوم تفتح الترايكوسبيد باه وتروح تصب فين في الرايت فنتريكل. تمام. ولما الرايت فنتريكل برضو دائما هذا الرايت هاف of the heart اللي هو right atrium والright ventricle carrying non-oxygenated blood. من الright ventricle يروح في حاجة اسمها pulmonary trunk. هذا pulmonary trunk يعطيني two arteries right pulmonary artery وleft pulmonary artery. الright pulmonary artery تروح للright lung carrying non-oxygenated blood من الright ventricle والليفت بالمناري ارتري برضو كارينج نون اوكسجينيتد بلاد برضو الليفت تروح للليفت والرايت تروح للرايت عشان يعملوا اكسشينجينج اوف غاز اللي هو الاوكسجينيتد بلاد وبعدين يحصل انه يطرد اللي هو الكربون ديوكسيد طبعا ويتيم فروم ذا لانج تو ذا ليفت اتريوم اجين. اذا بعد ما يحصل اكسده في اللانج تمام يروح رايح مره ثانيه
إلى الليفت اتريوم عبر فور بلمونري فينز، وهكذا تصبح جنرال فيتشرز اوف سيركوليشن. في الفاينل يعني البرانشز هنا لو جينا في ارتريول ارتري ارتريوز كابيلاري نتورك اللي درين ذا فينوس which join one another to form systemic veins. تمام، اذا فهمنا عمليه general features of circulation. بعد ما خلصنا من general features ومن البيريكارديوم، تمام، الجنرال فيتشرز عرفنا what's the aim of the general features of circulation. الهدف من هذه هي الدورة الدمويه الكبرى والدورة الدمويه الصغرى اللي تغذي لي طبعا اللي هو جاي تغذي الجسم كامل عبر الهارت. نجي للهارت نفسه. احنا عرفنا الهارت طبعا عبارة عن مصل، لذلك لما اجي اعمل definition of the heart بقول انه the heart is a hollow muscular organ. وين موجود as an anatomical position? The heart lays in the middle mediastinum. The heart lays in the middle mediastinum. It is enclosed within the pericardium. إذن the heart موجود في middle mediastinum as anatomical position، وفي نفس الوقت it is enclosed within the pericardium. طيب لو جينا للexternal appearance of the heart، إيش اللي حنشوفه في the heart؟ حنشوف اللي هو هذا الفيجر. شوف هنا هذا الجنرال اللي هي الدم المعكسد والدم غير المعكسد. هنا نفس الكلام، هذا مكونات الهارت اللي هي البيز والانتيرير واوا. طيب هذا هو الهارت، تمام، زي ما احنا شايفين الهارت، شايفين البيج فيسلز او يسموهم جريت فيسلز، وهذا بدنا نتكلم عنه. ايش حنشوف في الابيرنس من الخارج لو جينا نشوف؟ طبعا هو الهارت عباره عن كونيكال ان شيب أو زي قبضة اليد، فيست لايك فيست، كونيكال إن شيب، تمام؟ والإيبكس إز دايركتد داونورد. شوف، هاز إيبكس أند بيز، ذا إيبكس إز دايركتد داونورد أند فورورد تو ذا ليفت. إذا الإيبكس تجي ناحية تحت، دايركتد داونورد فورورد أند تو ذا ليفت، أند ذا بيز إلو، إذا بيز وإلو إيبكس باكورد توارد ذا فرتبرال كولوم لناحية الفرتبرال بارت هنا، اللي هي طبعا الاتريال بارت عن الاتريو فنتريكولار او عن الفنتريكولار بارت، في يفصلهم ما بينهم ما بين بعض اللي هو جروف، اتريو فنتريكولار جروف. لكن فوق له ايبكس وله بيز، له ستيرنو كوستال سيرفيس وإلو inferior service وإلو posterior service. إذن apex وبيز وإلو كذا service اللي هي بالنسبة للأبيرنس اللي أنت تشوفها من الخارج. حكينا what's the structure of the heart. هو يتكون أو مكونات الهارت اللي يسموهم إذنين وبطين، formed of right atrium and left atrium، right ventricle and left ventricle. لو نتكلم شوي على كل واحد، بالنسبة للرايت اتريوم مع الرايت فنتريكل، هذا الرايت هاف اوف ذا هارت، وهذا دائما مختص بالنون اوكسجينيتد بلاد، نون اوكسجينيتد بلاد، دم غير مؤكسد. بالنسبة للرايت اتريوم it is cuboidal in form و separate from the left atrium by انتر اتريال سيبتم. في سيبتم سبحان الله يفصله، لكن هذا السيبتم لو ما يحصلش انه يصبح كلوزد، احيانا في امراض خلقيه ممكن يحصل في الانسان لو حصل ما كملش انه يحصل ثقب في القلب، وهذا حلو بعمليه ممكن يقفل لوحده او هذا. الانتيريور بارت للرايت اتريوم اللي ريسيفينج نون اوكسجينيتد بلاد فروم ذا ابر part of the body or from the lower part of the body. إذا receiving non-oxygenated blood من ال upper part ومن ال lower part of our human body. وله interior part و posterior part. ال interior part يكون rough. ال wall. ليش؟ due to presence of muscular ridge. عشان كده هو rough.
while the posterior part is smooth. ليش؟ لأنه receiving the orifices of the superior vena cava and superior inferior vena cava inferiorly. ومش بس على فكرة الopening اللي تفتح في الرايت اتريوم مش بس superior vena cava اللي انتو شايفينها وinferior vena cava, كمان في coronary sinus. Coronary sinus يفتح فيه carrying non-oxygenated blood. وفي كمان small veins مش حنذكرها هنا, هذه بنعطيها للطب البيطري, انه موجوده كمان تروح دايركتلي الى الرايت اتريوم. هذا فيما يخص الرايت اتريوم, عرفنا ايش وضعه. بالنسبه للرايت فنتريكل هو سيبريتد فروم ذا ليفت فنتريكل باي انتر فنتريكولار سيبتم. شوف نفس الكلام, وريسيف بلاد فروم ذا رايت اتريوم. إذن هو ما دام هو receive the blood from the right atrium, إذن هو ماخذ blood non-oxygenated blood, لأنه هذاك بيجي من superior vena cava, من inferior vena cava, من coronary sinus. إذن receiving non-oxygenated blood يفتح بعد ما يتعبى اللي هو right atrium. سبحان الله, شوف هذه pumping the blood to the brain. بعد ما يتعبى يفتح اللي هو right ventricle وينتقل البلد إلى الرايت فنتريكل. بعد ما يحصل الكلام هذا يتعبه bumping the blood to the pulmonary trunk. البلمونري ترانك اللي بالأحمر هذا اللي بالبنفسجي وغيره وكذا بالأحمر طبعا, بالمونري ترانك هو يكون لي عبر تو artery, يعطيني فرعين branches بالمونري ترانك. أو هنا الأرش فاورتا, نجي للبلمونري, اهو البلمونري ترنك اللي هو البنفسجي هذا اللي انت شايف اللي شايفينه. بلمونري ترنك يروح ينقسم, يحصل له سب ديفيجن الى رايت بلمونري ارتري وليفت بلمونري ارتري, عشان تنقل نون اوكسجينيتد بلد فروم ذا رايت فنتريكل الى الرايت والليفت لانج, بهدف انه يحصل اكسشينجينج اوف غاز. بالنسبه للليفت اتريوم هو receiving the four pulmonary veins, receiving the four pulmonary veins اللي هو left atrium. زي ما انت شايف البلمونري veins اهم امامك البلمونري veins, هذا البلمونري veins اهو, هذا left atrium واضح جدا جدا امامك. لو تنظر هنا في اول شيء حنبدأ اللي هي great vessels اللي هي الارش فاورتا, حنجي لها left pulmonary artery و right pulmonary artery اللي تكلمنا عليها موجودين. وفي عندي اللي هي four pulmonary veins, right pulmonary veins اللي هي superior و inferior pulmonary veins right, و left pulmonary veins اللي هي برضو superior و inferior. وهنا اللي هو فيها الأربع الفتحات هذا هو عبارة عن left atrium, إذن هو receiving four pulmonary veins. وهنا exception زي ما حكيت لكم في موجود وامبتد ناحية من الليفت فنتريكل, يروح يفرغ فين في لما يحصل انه يتعبى تفتح اللي هي حاجة اسمها مترال فالف اللي هي الصمام هذا المترال فالف, ويروح ينتقل الى اللي هو الليفت فنتريكل. حنجي لدور الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل طبعا it has thicker wall than the right, خلي بالك, وهذه لها سبب. الرايت فنتريكل بيقوم بامبينج ذا بلاد تو ذا رايت, بيقوم بالسمول سيركيليشن تو ذا رايت اند تو ذا ليفت لانج, وايل ذا ليفت فنتريكل از مور ثيكر. مور ثيكر ليش؟ مور ثيكر لانه هذا الليفت فنتريكل بامبينج ذا بلاد تو ذا هول بودي, اذن ات از ثيكر في الوول ذان ذا رايت. طبعا greater resistance طبعا اللي هو, لكن في atrioventricular guard طبعا by the mitral valve. المترال valve اللي هي connected ما بين left atrium والleft ventricle. وبعدين يتروح منتقل اللي هو oxygenated blood برضه الى left ventricle, وبعد ما يضخ اللي هي عملية اللي هي pumping the blood to the whole body عبر ايش؟ اولا ascending aorta, يوصل بعدين للارش of aorta, وبعدين descending aorta او نسميها
thoracic aorta وبعدين توصل abdominal aorta. لكن قبل كده في الارش اوف اورتا بالنسبة للاسندنج اورتا هي طولها حوالي 5 سنتي وتعطيني only two branches فقط عشان تعطيني الرايت كورونري ارتي والليفت كورونري ارتي. الرايت كورونري ارتي والليفت كورونري هذه تعمل سبلاي للبلد arterial blood supplying the heart. منين جايين؟ من الاسندنج اورتا اللي مرتبطه بالليفت فنتريكل. إذن عبر الاسندنج اورتا بامبينج ذا بلاد من الاسندنج اورتا تطلع الارش فاوت اللي انتم شايفينه امامكم. هذا الارش اوف اورتا, شوف ارش اوف اورتا وله 3 بيج برانشز. هذه 3 بيج برانشز يفترض ان احنا نعرف اسمائها. الثري بيج برانشز في الارش اوف اورتا اللي هم ليفت كومن كاروتيد ارتري, هذه تروح للهيد النك, وليفت سب كليفيان ارتري. الليفت سب كليفيان ارتري تروح برضه توصل على اوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب وتصبح اكزيلري ارتري, وبعدين توصل على الارم تصبح بريكيال ارتري, وتوصل بلو ذا البو جوينت تعطيني تيرمينال برانش اللي هي النر ارتري وريديال ارتري. الريديال هذه اللي انت بتشوف البلس للمريض, تمام, بتعد فيها عملية البلس هل هي 60 وقد تكون برادي كاردي او تايكا. طبعا برادي كاردي يعني تباطؤ ضربات القلب, وتاهي كاردي اللي هي تسارع ضربات القلب. تشوف انت لو كانت اقل من 60 كذا هذه هي برادي كاردي, لكن لو كانت اوفر 100 واكثر هذه تاهي كاردي. تشوفها كيف تشوفها؟ تمسك الريديال ارتري. اذا الليفت سب كليفيان هي اللي تروح بعين في الاخير عبر الاكزيلري ارتري اللي هي كونتينيوشن اوف ذا سب كليفيان في الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب, وتروح تغذي لي الابر لم في الرايت وفي الليفت, تمام. اما الليفت كومن كاروتيد تطلع لفوق بحيث توصل على سي 3 سي 4 ما بين اللي هي توصل تعطيني تو تيرمينال برانشز اللي هي internal carotid artery واكسترنال كاروتيد ارتري, وفي الجهتين سيمتريكالي, مش بس في الليفت. وهنا الليفت طبعا انا بتكلم على الليفت, الرايت ما قد بنتكلم عليها لانه نمبر 3 في الارش اوف اورتا اللي يسموها براكيوسيفاليك ارتري. براكيوسيفاليك ارتري توصل بيهايند ذا رايت سترنو كلافيكولار جوينت وتعطيني يعني منشا. شوف الليفت سب كليفيان والليفت كومن كارتد جايين دايركتلي فروم ذا ارش اوف اورتا, اما الرايت فهي جايه من بيهايند ذا رايت استيرنو كلافيكولار جوينت. براكيوسيفاليك ارتري يحصل لها سب ديفيجن تعطيني تو برانشز اللي هي رايت سب كليفيان ورايت كومن كاروتيد ارتري. وهنا نلاحظ الفرق, انه الفرق طبعا انه هذه جاية منين وهذه جاية إنه الرايت جاية من البراكيوسيفاليك behind the right sternocleficular joint, وهنا جاية اللي هي left subclavian والleft common carotid artery جايين directly from the arch of aorta, تمام. إذن عرفنا بشكل مختصر للبرانشز اللي هي موجودة في الارش of aorta. طبعا هنا عندي مهم جدا نعرف السيرفيس اناتومي للي عايز يعرفها اوف ذا هارت, انه الاوت لاين اوف ذا هارت اللي هي ممكن نعملها ريبريزنت باي سيرفيس اللي هي الايريجولار كوادرينجولار اللي هي باند باي 4 بوينتس. هذا الفور بوينت, بوينت 1 اللي هي في مرجعك حتشوفها اللي هي اللور بوردر اوف سكند ليفت كوستال كارتج 1 اند هاف انشز فروم ذا ميديال بلاك. الابر بوردر برضو نمبر 2 اللي هي من الابر بوردر ذا ثيرد رايت كوستال كارتليج 1 انش فروم ذا ميديان بلاد. نمبر 3 البوينت نمبر 3 اللي هي 6 رايت كوستال كارتليج تقريبا 0.5 اللي هي انش فروم ذا ميديان بلاد. نمبر 4 ذا لاست 1 عشان السيرفيس اناتومي مهمه, لانه ذا فيفث انتر كوستال سبيس 3.5 انشز from the median gland, يعني corresponding anatomical position للابيكس of the heart يا دكاترة, تمام. هنا مهم جدا الكلام هذا لأنك أنت الطبيب أصلا بيعمل auscultation of the heart, the sound, the sound, فلازم يعرف في الفور بوينت وين يعمل كل
شغلة في هذا الكلام بالنسبة للسير، عشان كذا يكون عارف السيرفيس أناتومي. كذا خلصنا برضو من السيرفيس أناتومي، وتكلمنا بشكل مختصر عن الارتيريال سبلاي. طبعا الارتيريال سبلاي اوف ذا هارت، لانه مش معقول انه يعطي البرانشز والجريت فيسلز لكل اجزاء الجسم يعمل بامبينج ذا بلاد ويغذيه. بالنسبه له زي ما ذكرنا سابقا هو عبر الرايت كوروناري ارتري والليفت كوروناري ارتري اللي هي جايه من الاسندنج اوف اورتا. هذا البرانشز اللي جاي هناك. طبعا بالنسبه للفينس عادة الفينس بلاد اللي هو اوف ذا هارت بيتجمع من عبر الفينس، وفي الاخير قد حكينا وين بيروح وين بيجي. تمام. بالنسبه للهارت فيه سمول فينس للفينس بلاد، بيروح دايركت يفتح في الرايت اتريوم. لكن المين بلاد فيسلز اللي احنا تكلمنا عليها مهمه جدا، هذه اللي هي الارترز اوف ذا سيستميك سيركيليشن زي الاورتا. الاورتا اللي هي تدخل فيها متكونه من كذا جزء، اللي هي الاورتا هذه اكبر هذه تبدا في الابر بارت اوف ذا ليفت فنتريكل عبر نسميها اسندنج اورتا. وبعدين زي ما انتم شايفين ارش اوف اورتا اللي حكينا لكم انها تدي لي 3 برانشز اللي هي براكيوسيفاليك لكم كاروتيد وليفت سب كليفيان ارتي من الارش اوف، وفي الديسندنج اورتا اللي بعدين توصل للثوراسيك وتروح عبر الميجر opening of the diaphragm اللي هي عضلة الحجاب الحاجز، major opening of the diaphragm، وتروح تعمل نازل تحت هناك توصل للابدومن لازم تغذيه، اذا تعطيها السيليك ترنك الكبيرة هذه، وبعدين تعطيه superior mesenteric وتعطيه inferior mesenteric artery، توصل على البلبيك بريم. تمام. وتروح تعطيني اللي هي lift common iliac artery و right common iliac artery. left common iliac artery بعدين تعطيني internal iliac artery و external iliac artery. external iliac artery توصل على الفيمر تعطيني اللي هي الفيمورال وبعدين البوبليتيال وواء عشان اللور لم. تمام. الارتريز وهذه نفس الكلام سواء left او right. طيب بالنسبة للهيد النك انا حكيت لكم الهيد النك از بلاد سبلاي طبعا عبر الارت اللي هي برانش اوف ذا براكيوسيفاليك ارتري، هذا بالنسبه للرايت. لكن الليفت هي بتجي دايركتلي برانش زي ما انتم شايفينها من الارش اوف ارتا، وبيتغذى الهيد النك عبر الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هي الرايت كومن كاروتيد ارتري والليفت كومن كاروتيد ارتري. البرانش توصل للنك اللي هي اوبوزيت سي 3 سي 4 وتروح تعمل ولا ابر بوردر اوف ذا ثايرويد كافي، وتروح تعمل الى تو تير من البرانشز اللي اكسترنال كاروتيد ارتري وانترنال كاروتيد ارتري، اللي تروح ناحيه انترنال من اسمها ناحيه الدماغ، والاكسترنال كاروتيد ارتري تعطيني 8 برانشز 8 برانشز. من ضمن الثمانيه البرانشز هذه اللي هي سوبيريور ثايرويد ارتري طبعا عشان تغذي الثايرويد جلاند، لينجوال ارتري عشان تغذي التانج، الفيشال ارتري تغذي الفيس، الاكسيبيتال ارتري عشان تغذي البوستير بارت اوف ذا سكالب. تمام. وبعدين كمان اللي هي عندي بوستيرير او ريكولار ارتري، وهذه نفس الكلام تقولكم، وعندي تو تيرمينال برانشز للاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هي تنتهي از السوبرفيشال تمبورال ارتري اللي تغذي الفرونتال والتمبورال بارت اوف ذا سكالب والماكسيلاري ارتري، اذا هي تنتهي بالطريقة هذه إلى تو تيرمينال برانشز اللي هي ماكسيلاري وسوبرفيشال تيمبورال ارتري. بالنسبة للهيد النيك هذا الكلام، البرين طبعا صعب طبه بيدرسوا بالتفصيل للانترنال كاروتيد ارتري، طبعا هي الانترنال كاروتيد ارتري سبلاينج الجريتر بارت اوف ذا برين من غالبية البرين طبعا، والاي والفورهيد والنوز وكذا. لكن بالنسبه للارتيريال سبلاي اوف ذا ابر لين حكينا في عندي الليفت سب كليفيان اللي جايه دايركتلي فروم ذا ارش اورتا توصل على الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب وتعمل كونتينويشن از اكزيلري ارتري، توصل على الارم تعطيني اللي هي البريكيال ارتري، وفي الاخير زي ما حكيت لكم تعطيني اللي هي النر
and radial artery. هذا بالنسبة للأبر لم. بالنسبة للدسندنج ثوراسك هي بتغذي لنا الثوراكس وزي ما حكينا برضو. لكن وتكلمنا كيف تنتهي بالنسبة لللور لم. تمام؟ اللور لم الفيمورال وتعمل كونتينويشن سترنال الياك ارتري توصل اللي طبعا حكينا انه تنتهي الديسندنج اورتا اللي هي الابدومينال اورتا تنتهي تعطيني رايت كومن الياك ارتري وليفت كومن الياك ارتري وبعدين الرايت كومن تعطيني انترنال واكسترنال كاروتيد ارتري اللي كونتينويشن للاكسترنال كاروتيد اللي هي الفيمورال الفيمورال وبعدين هذا الفيمورال توصل تعمل لي البوبليتيال واو عشان تروح تغذي لي توصل الى اللور البوبليتير ارتري والبوستيريتي ارتري واللاترال بلنتر ارتري واو واو لا الى اخره. اذا في حاجه اسمها بالمونري سيركيليشن انا حكيت لكم اللي هو عباره عن وهذه مهمه البالمونري ترانك اللي جاي من الرايت فنتريكل ينقسم قسمين ليفت بالمونري ارتري ورايت بالمونري ارتري اللي توصل تعمل لي تغذيه البلد سبلاي لمين للرايت لانج والليفت لانج. تمام. بالنسبه للفينز وهذا مهم بعد ما تغذى كل بارت من الجسم في الفرق هنا في سوبرفيشال فينز وفي ديب فينز. السوبرفيشال فينز مثلا في اللور لم هي اللي بتعطي فيها الانجكشن لانها رايحه توورد ناحيه الهارت عشان كذا اي انجكشن العلاجات اللي بتعطوها في السوبرفيشال فينز قد تعطيها في السيبالك قد تعطيها بالبازلك فين قد تعطيها بالميديا كوبيتال فينز. تمام. لكن بالنسبه اذا عندي الديب فينز اللي موجوده في الابر مثلا اللي هي زي الاكزيلري فينز وغيرها. تمام. اما السوبرفيشال زي السيبالك زي البازلك فين وهذه مهمه ترجع نون اوكسجينيتد بلاد ناحيه الهارت وبعدين الاكزيلري توصل للسب كليفيان فين وتروح للبراكيوسيفاليك ونفس الكلام الفينوس كورسبوندينج ذا ارتري طبعا. تمام. بالنسبه للفينوس بلاد بالنسبه لللور لمب طبعا اللور لمب عندي اللي هي الجريت سافينوس فين وشورت سافينوس فين هذول سوبر ذا مين سوبرفيشال اللي هم هذول سوبرفيشال جريت سافينوس فين وديب سافينوس فين لا وشورت سافينوس فين. اذا انا عندي جريت او لونج سافينوس فين شورت سافينوس فين. اما بالنسبه طبعا ما في داعي انه نذكر لكم لانه الطب لازم يعرفوا كل التفاصيل بالنسبه لكم انتم كفايه كورسبوندينج ذا ارتري. في موضوع في غايه الاهميه اخر موضوع اللي هو بورتو سيستميك سيركيليشن بورتو سيستميك انستوموز يسموه. البورتو سيركيليشن ما بعقد عليكم احنا بنعطيها للطب وحتى التفاصيل عن كل شيء بنعطيها للطلاب الطب. انتم مطالبين بالبورتو بورتال اند سيستميك انستوموزس. هذا الانستوموزس هي لها اهميه جدا يعني جريت امبورتنس ان بورتال هايبرتنشن فيها البورتال فين ناحيه الليفر للبورتال سيركيليشن. تمام. ممكن يحصل لها هايبرتنشن ارتفاع في الضغط ويؤدي ريزلتنج فروم اوبستراكشن اوف ذا بورتال سيركيليشن مثل ايش زي البلهارسيا. تمام. وممكن زي الليفر سيروزس مرض ممكن من الالتهابات الكبدية. احنا عندنا التهاب كبدي A و B و C. تمام. منتشر في اليمن في أدي ممكن يحصل ليفر سيروزس وهكذا عملية تليف. إذا the mean sites of anastomosis of clinical importance هي الفولوينج. طبعا هي موجودة في البار area of the diaphragm. تمام. around the kidney ممكن برضو موجودة لكن وين موجودة هذا البورتال اند سيستميك انستوموزس موجود في جاسترو ايسوفيجيال جانكشن. جاسترو ايسوفيجيال جانكشن احيانا يجي المريض ويطرش دم هذه ما بتوين ايسوفيجيال انستوموزس اللي هي اللور اند اوف الايسوفيجاس في فينز من السيستميك وفي فينز من السوموسوكاس هذه من البورتال. فلما تلتقي اللي هي الليفت جاستريك فين من البورتال مع الايسوفيجيال برانش اوف ازايغوس فين من السيستميك ينتقل الضغط فيحصل رابشر اوف ذا فينز
في اللور بارت اوف ذا اسوفجس اللي هو المريء. فاحيانا المريض ما تعرف له يطرش دم، لابد انه يسعف بسرعه، وهذه كومبليكيشن لامراض الكبد يسموها اسوفيجيال فاريسز، دوالي المريء. هذه تسمى vomiting of blood، تمام، وهي رابتشر اوف ذا فيز اللي هي تسمى هيماتيميزس او vomiting of blood. ممكن كمان يجي عندي between the superior rectal vein هذه portal والmiddle and inferior rectal veins هذه systemic ناتج عن الهايبرتنشن of the portal vein، تعمل لي انو rectal junction او انو rectal anastomosis في lower part of the rectum and upper part of the portal، تمام، والميدل، وهذه احنا حكيت تسبب لك ربتشر اللي موجوده هنا في الفينز، تسبب لك قد تكون من البايلز اللي هي البواسير، لكن ممكن يحصل ربتشر يؤدي لحاجه اسمها ميلينا اللي هي عباره عن بليدنج فروم ذا ريكتم من تحت. لما تروح الحمام ويحصل هذا الكلام، احيانا يجي المريض يقول لك يا دكتور انا دائما لما اروح الحمام في عمليه الماء الكبيره بيحصل عندي نزيف ومن تحت. The last one اللي هي الأمبلاكس اللي هي نستموزس ما بين الليفت برانش اوف ذا بورتال فين عبر البارا أمبلاكال فينز والانتيريور أبدومينال اللي هي السيستيميك. طبعا هذا ناتج عن البورتال هيبرتنشن، يسبب حاجة اسمها كابيتس ميدياس اللي هي قنديل البحر أو رأس قنديل البحر، هذا يسمى هذه اللي هو بورتو سيستيميك أنستموزس. وهذه حين اتصال ومهم، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة.